بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل يزيد الكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شرفنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد ابن أبي العينين رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالدقهلية، فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة الدقهلية، ويعني الشيخان الكريمان من يعني قدامى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على يعني المنهج السلفي. الشيخ أحمد أبو العينين مؤلفاته متعددة في علم الحديث وفي قضايا المنهج، وهو أقرب التلاميذ المقربين للشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله، ويعني سيسعدنا كل منهما بكلمة في درسنا الذي تشرفنا بهما فيه هذا اليوم المبارك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فان من اعظم ما يسر المسلم ان تجتمع كلمه المسلمين وان تاتلف قلوبهم، فان هذا كان سببا لقوة المسلمين ولعزهم ونصرهم حين جمع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين وألف بين قلوبهم. فقال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فكانت هذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على أهل الإسلام، أن الله عز وجل جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم قلوب المؤمنين. ولذلك حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال لهم حين نظروا إلى الدنيا، حين بعض الأنصار، نقول بعض الأنصار وليس كلهم، حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم إذ لم يعطوا كما أعطي الناس، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم وذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ فاجتماع القلوب والألفة واجتماع المؤمنين على كلمة سواء هي أعظم نعمة على المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة.
من أراد بحبوحة أي سعة الجنة فعليه بالجماعة، فالاجتماع وتآلف القلوب واجتماع المؤمنين على كلمة سواء يحتاج إلى سعي من المؤمنين إلى تحقيق هذا الهدف المنشود، ونيل الأعداء منا بإيقاع الفرقة والشقاق بين المسلمين أعظم من أي سبب، يعتبر أعظم من أي سبب أن يفرقوا المسلمين وأن يشتتوا شملهم وأن يفرقوا جمعهم، كما عرف من سياسة الأعداء قديما، وهذا المبدأ المشهور فرق تسد فرق تسد، فساروا بهذا المنهج وبهذا الأسلوب بين المؤمنين فشتتوا شملهم وفرقوا جمعهم، ولذلك استطاعوا أن يتمكنوا منه. وإلا لو اجتمع المسلمون من مشارق الأرض لمغاربها وصاروا في على كلمة سواء وجمعهم الحق وجمعهم الإسلام فلا تستطيع دولة أن تقف أمامهم إذا كانوا على كلمة سواء، إذا تعاونوا وترابطوا وتكاتفوا، فكيف إذا صار أهل البلد الواحد شيعا وأحزابا؟ فهذا خطر عظيم، تشتت المسلمين وتفرقهم وتشتت شملهم هذا أعظم سبب لضعفهم وهوانهم على أعدائهم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن أعظم الأهداف التي يجب على كل مسلم أن يسعى لتحقيقها هو جمع كلمة المسلمين، وليس جمع الكلمة على كل الأصناف وكل الأحوال، وإنما جمع الكلمة إنما يكون بلزوم الحق واتباع الحق، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحبل الله هو الذي يجمعنا جميعا. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسبيل الله عز وجل واحد، أما سبل الشيطان فمتعددة عن اليمين وعن اليسار بين جاف ومفرط ومتشدد وغالي في الدين، فسبل الشيطان كثيرة أما الحق فواحد، فعلينا أن نلزمه، فهو سبيل جمع كلمة المسلمين أن نخضع للحق وإن كان على أنفسنا، نعود أنفسنا على اتباع الحق وعلى قبوله وإن كان مخالفا لأهوائنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخشى في الله لومة لائم، فإن كان الحق أحب إلينا من أنفسنا فعند ذلك تجتمع كلمتنا، نلتف حول الحق ونتمسك به ونخضع له وإن كان خلاف آرائنا وأهوائنا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وحتى لا نطيل عليكم نذكر ثلاثة أمثلة من خليفة الله الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يذعن للحق وهو القوي في الحق
وأشد الناس في دين الله عز وجل كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أشد في دين الله عمر، لكن عند الحق كان لينا وكان شديدا فيما يراه حقا. فمن مواقفه لما رأى هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وهو يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فكدت أن أساوره وهو في الصلاة، أنه يشد من الصلاة ويجره منها، قال فتصبرت حتى انصرف، ثم لببته، سحبوا كده من إيه وشدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أنه مخالف الحق، فكان قويا في الحق. مع ذلك لما كان يتبين له الحق وإن كان بخلاف قولي وعلى ملأ من الناس، لا يستكبر ولا يستنكف أن يخضع للحق رضي الله عنه. فله مواقف كبيرة وعظيمة ليتنا نتعلم منها. فكان من ذلك حين استأذن عليه عيينة بن حصن مع ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر شابا وكان من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر شبابا كانوا أو كهولا، فكان منهم الحر بن قيس. فاستأذن لعمه عيينة بن حصن فدخل عليه فقال إيها يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، أي ما تعطينا الشيء الكثير، ولا تحكموا فينا بالعدل. هكذا يخاطب أمير المؤمنين الذي دانت له الدنيا كلها. فعمر رضي الله عنه غضب حتى هم به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. موقف آخر، يقول أبو وائل أحد التابعين، جلست إلى شيبة في هذا المجلس في هذا المسجد، فقال جلس إلي عمر مجلسك مني، فقال لقد هممت ألا أدع فيها بيضاء ولا صفراء إلا قسمتها بين المسلمين، يعني الكعبة، من يستخرج كنز الكعبة ويقسمها بين المسلمين. فقال له ما أنت بفاعل؟ قال له ولما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما وكف. في موقف آخر، وهو أنه أمر بامرأة مجنونة زنت، هذا الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح، أمر بها أن ترجم، فلقي علي رضي الله عنه الناس وهم يذهبون بها، فقال أين تذهبون بها؟ قالوا زنت وقد أمر عمر أن نرجمها، فقال ارجعوا بها. وقال له علي رضي الله عنه أما علمت أنه يرفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ قال بلى. قال له فأطلقها، فأطلقها عمر رضي الله عنه بعد أن كان في مع أعطاها للناس ليرجموها، وأمام الناس الذين سيرجمونها وأمام المشهد العظيم ولم يبالي. فلو أننا تخلقنا بهذا الخلق من أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كنا سنتفرق؟ هل كنا سنتشتت بهذه الصورة التي تحصل فينا؟ نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله فضيلة الشيخ خيرا على أن أفسح لنا هذا الكلام، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا قضية الوحدة بين المسلمين قضية عظيمة الأهمية، هي سبب نصرتهم بإذن الله، ولا بد أن نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الوحدة. فكل موطن أمر الله عز وجل فيه بالوحدة
ونهى عن التفرق أمرنا بما يحقق لنا ذلك، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإنما أمر بالاعتصام بحبله، وهو الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فإذا علم الناس الكتاب وعلموا السنة والتزموا بالكتاب والتزموا بالسنة، عند ذلك تحصل الألفة بينهم ويكون اجتماعهم في الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فأمر قبل أن ينهى عن التنازع بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو سبب الاجتماع. وقدر الله عز وجل ولود الفرقة وشرع لنا أسباب الوحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القاعدة الذهبية النبوية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فمن أعظم أسباب الفرقة انتشار البدع، ومن أعظم أسباب الفرقة مخالفة السنة، ومن أعظم أسباب الفرقة مخالفة هدي الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما اجتمعت عليه الصحابة في الخلافة الراشدة واجب الاتباع، لا يجوز لأحد أن ينفك عنه، لأنه ضمن الحجة المعتبرة، لأن الله عز وجل قد قضى كما أمر أن لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. لذلك نقول إن تجنب أسباب الاختلاف فرض علينا حتى ييسر الله لنا وحدة الصف المنشود. وكذلك من أعظم أسباب الاختلاف البغي، لأن الذين من قبلنا كما قال الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فحذر الله سبحانه وتعالى من البغي، لأنه سبب لتجاوز الحدود، لأنه هو تجاوز للحدود، فيترتب على ذلك من تباعد القلوب وافتراقها ما لا يمكن أن يحصل معه اتفاق. مع كلمة فضيلة الشيخ عبد المنعم المطوع حفظه الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، ما أود أن أذكر نفسي وإخواني به إن أذن لي مشايخي الكرام، أنه تمر علينا جميعا شدائد وأزمات، فإن لم يحسن العبد وقت الرخاء أن يحمل معه العدة والزاد افتضح ورسب في الاختيار أو في الاختبار، ولربما يضرب به المثل والعبرة. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أنت مبتلى بالشر والخير،
وكلما طال معك عمرك كلما كنت معرضا أكثر للفتنة والاختبار. فهذه الشدائد التي تمر عليك لتمحصك وتوقفك على ما أنت عليه من خير أو شر، يلزمك فيها عبودية خاصة. من أجل هذه العبوديات تعمير القلب بحسن الثقة بالله عز وجل، يمتلئ القلب بحسن الظن والثقة بالله عز وجل. قد يسأل سائل: ما الذي يدعوني إلى ذلك؟ يدعوك أنك مسلم موحد تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تلزم غرز أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دينك يقول لك أن الله على كل شيء قدير، لا شيء فوق قدرته عز وجل، ويقول لك: قل إن الأمر كله لله، ويقول لك بأن مرد الأمور إليه عز وجل، يبقى منه وإليه وإلى الله ترجع الأمور، ويقول لك بأن بيده عز وجل وحده خزائن السماوات والأرض، ويقول لك بأن ربك عز وجل غالب وليس بمغلوب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الأشياء وغيرها تدعوك أن تملأ قلبك بحسن الثقة بربك عز وجل. وهذه حقيقة التوكل، تأخذ بالسبب ولو غلب على ظنك أنه لا يؤدي إلى ما ترجو من النتيجة، لكن أنت متعبد بالأخذ بالسبب. فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. طيب، هذا الإنسان الذي كان مبتلى فرج الله سبحانه وتعالى عنه كربه وأنبع له هذا الماء، يضرب قدمه بالأرض، خلى أي واحد صحيح من يوم ما يعقل حتى يموت وهو يضرب برجله في الأرض، هل سينبع الماء؟ وصحيح، فكيف بمن خرج من هذا الابتلاء الطويل وهذا المرض الشديد؟ لكنه أخذ بالسبب، ومريم عليها السلام. ولذلك العلماء يقولون: مثل المتوكل على ربه كمثل الطفل الرضيع، لا يعرف من الدنيا إلا ثدي أمه، كذا المتوكل لا يعرف في قضاء حاجاته إلا ربه عز وجل، إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الثقة هي التي لقنها الله عز وجل أم موسى حينما قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قلب الأم معروف، تؤمر بهذا الأمر الشديد، والله لا يمكن أن تقدم امرأة عاقلة على هذا الأمر إلا إن كانت تعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى أوثق مما تمسكه بيده، كما قال الإمام أحمد في حقيقة التوكل، أن تكون تعلم وتوقن أن ما عند الله عز وجل أوثق عندك مما تلتزمه بيدك هذه. وهذه الثقة هي التي لقنها الله عز وجل لأم إسماعيل حينما تركها ولدها عند البيت،
ويغادر المكان وليس إلا ثم جراب فيه تمر وإناء فيه قليل من الماء، وهي تنادي عليه: يا إبراهيم إلى من تدعونا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا أحد؟ فلا ينظر إليها، فلما كاد أن يغيب عن بصرها قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. هذا الكلام لا يمكن أن يخرج من فراغ. ولذلك انظر إلى هاتين المرأتين، أنجبتا رجلين عظيمين كان لهما في مواطن الصدق وحسن الثقة بالله عز وجل، ما جرى مجرى الأمثال والعجب. أحدهم يصل إلى ساحل البحر ومعه الضعفاء من بني إسرائيل، ويأتي الفرعون والجنود، فقال بعض ضعفاء الإيمان: إنا لمدركون. لكن من رضع الثقة وزين بالنبوة والرسالة والإمامة قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. والثاني يخبره أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أشاع المشيعون أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسن الثقة وحسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى هو عدة المؤمن للثبات أمام المحن والشدائد. وكم تحيط بنا هذه الأشياء ونلابسها، وكم نرى أناس يتخلفون عن التزام الحق لأنهم ما حسبوا حسابا لهذا اليوم وما أعدوا له عدة. وهكذا أمور كثيرة ينبغي أن نحصلها وقت رخاء. أخشى والله إخواني أن نوصف بأننا من كفار النعم. كم كان الناس يؤذون، ما شاء الله جايين من منصورة إلى الآن ما أوقفنا أحد، ولا قال بطاقتك ولا على جنب يا عم الشيخ، ولا رايح فين ولا جاي منين. بالله عليكم أليست هذه نعمة؟ لعل معظم الإخوة الحضور رأوا مثل هذا وعاينوه ولابسوه ومارسوه ومرس عليهم. بالله عليكم أليست هذه نعمة أن تكون بيوت الله مفتوحة ومشايخنا يعمرونها بذكر الله والدروس والعلم والتوجيهات؟ ينبغي علينا أن نغتنم هذا الأمر، فالله عز وجل أعلم وحده إلى ما ينتهي وهل سيدوم أم ينقطع، فاغتنم واغترف يا عبد الله. ثم أقول لنفسي وإخواني نصيحة أخيرة في هذا المقام، ألا وهي أن من الأسباب التي يدفع بها الأعداء في نحورنا الهزيمة النفسية وإشاعة الإشاعات الكاذبة والأخبار السيئة. وللأسف أن كثير منا قد يستسلم أمام وسائل الإعلام حتى يضعف قلبه ويبدأ نوع من الفتور واليأس في أن يغير هذا الواقع المر إلى واقع حسن. فأنت مطلوب منك أن تستعلي على هذه الأشياء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والأمر الثاني أنك يبقى عندك سلاح مضاد يدفع
في نحر من أطلق هذه السهام، إنك تشيع البشرة والأخبار الطيبة، وإنك تفتح للناس أبواب ينفسون فيها هذه الهموم حتى لا تستحكم بهم، فلربما أدت إلى وهن وضعف كثير من الناس. فبنقول إن إشاعة البشرة في أوقات الشدائد ده من العلاج القرآن النبوي. وإذا نظرت إلى بشريات القرآن يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين وغيرها، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان إذا رأى مبتلى. جابر رضي الله تعالى عنه بعد غزوة أحد، شاب وماشي شايل هموم، تحمل مسؤولية ربما قبل أوانها، فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله قتل أبي معك في أحد وترك دينا وعيالا. فقال يبقى مهموم ولا لا؟ مهموم ومكروب. فقال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ دايما الإنسان وهو مهموم نفسه يسمع أي خبر كويس، ولو الأمر لم يتغير في أرض الواقع، بس إذا تغير القلب غير الله سبحانه وتعالى هذا الواقع إذا بذل الإنسان الأسباب بعد ذلك. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولكنه أحيا أباك فكلمه كفاحا وقال عبدي تمن عليه. قلت ربي أن تحيني فأقتل فيك ثاني. نسى التسع بنات ونسى الأموال والديون، بقى في دنيا تانية مش مصدق النعيم اللي هو فيه. إيه اللي ممكن يتمنى على رب العالمين؟ أنه يحيى ثم يقتل في سبيل الله عشان ياخذ هذا الثواب مرة أخرى. قال الرب عز وجل إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال رب فأبلغ من ورائي، الناس اللي لسه ما شافوش هذا النعيم يا رب. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. الناس اللي قتلوا وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، بينادى على الناس في الدنيا الغافلون عن هذا النعيم، أو ربما الذين لا يسعون إليه حق سعيه، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإشاعة البشرى هذه ده ممكن يبقى مضاد حيوي قوي طويل المفعول أمام الأخبار الكاذبة والأمور التي يشيعها خصوم الشريعة وأعداء الدين ليثبطوا الناس ويؤسوهم بهذه الأخبار الكاذبة. وقبل أن أنهي كلمتي، ذكرنا فضيلة شيخنا الشيخ أبو عبد الله بقصة دخول عيينة بن حصن الفزاري على عمر رضي الله عنه. إيه سبب موقف هذا الرجل؟ إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، أعطاه يوم حنين 100 ناقة والجد بن قيس وغيرهم، وكان أبو بكر يعطيهم، فجاء مرة يعطيهم فأبى عمر، منع أبو بكر أن هو يعطيهم هذا العطاء، وقال أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام فإن أسلموا فبها وإلا فاجهدوا علينا جهدكم. فيقوم يعمل ايه بقى؟ فقام عيينة بن حصن داهية فقال للصديق والله لا أدري أأنت الخليفة أم هو، عشان يوقع الرؤوس في بعضها ويفرق بينهم، وبدل ما الناس تبقى قضيتها واحدة أمام الخصوم يبدأ كل واحد ياخد طريق ويبقى زي ما بيقولوا بقى صراع سياسي وكراسي ومناصب.
فقال الصديق قطع المسألة على طول من جذورها، فقال هو والله إذا شاء، يا ريت عمر بس يرضى وأنا هقعده مكان. هو أمل يعني الخلافة؟ مش أمل ولا حاجة، لأن دي قد تنقص من قدر العبد لا تزيد، إلا إن كانت بحقها وأدى الذي عليه فيها، وقليل ما هم. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور ياسر البرهامي خيرا على سماحه لنا أولا بالجلوس إلى حضرتكم، ونحن لسنا بأهل لذلك، فضلا عن أن نتكلم بين يدي فضيلته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي مشايخنا جميعا الذين نكن لهم كل حب وحب لهذه الدعوة المباركة التي فتقت ألسنتنا بذكر الله عز وجل، وأضاءت قلوبنا علم الله سبحانه وتعالى، ونفع الله عز وجل بها القاصي والداني، ولا زال نفعها دائم بإذن الله تبارك وتعالى، فهي كثمر الجنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ وإخوانه من المشايخ، وأن يبارك في إخواني الحضور، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسامحوني والله فقد أطنت على حضرتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق المثوبة لفضيلة الشيخ أحمد بن أبي العينين وفضيلة الشيخ هارون المطاوع على يعني تشريفهم لنا في الإسكندرية، وهو أيضا في المساء بعد صلاة العشاء في مدينة العامرية لإلقاء المحاضرة الأسبوعية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا لما يحب ويرضى، أن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا، أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين. وأكرر الدعاء، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.